أحبابنا الكرام، بمختلف أطيافكم، بمختلف حبكم وعشقكم، بمختلف انتماءاتكم، تحياتي لكم بكل حب. مرحبا بكم مجددا في الكلمات والأوتار. سعيد جدا أطل عليكم بعد غياب في مشوار جديد، بتمنى أنه ينال تقديركم. معكم أنا إعدادا وتقديما ومونتاجا بريم أحمد. أحبابنا الكرام، الليلة بنتكلم عن الغربة اللي هي من التغرب والابتعاد، إذا كان البعد عن الوطن أو عن البلد أو الانتقال من نقطة إلى نقطة ومن ينتمي لها، إذا كان بالمشاعر أو الحاسيس أو اللون أو أي حاجة بتميز الآخر عننا. لكن تعالوا نتفق إنه مهما كان العائد من وراء الغربة ما بيعادل الفقد والأثر الخلف الشخص أو التركة اللي بيمشي يخليها، دائما بيكون في فوارق. يعني حتى إذا كان يعني العائد اللي انت او المكسب اللي انت بتكسبه من وراء التغرب بيكون برضو فقدت بنفس الغدر او اقل منه خسارة برضو، يعني بيكون خلفت حاجات وراك، اذا كان اهل او اذا كان اصدقاء او اذا كان صحبة او ذكريات او اي شيء اخر، وبتظل الحاجات دي بتطارده هناك زي الذكريات وغيرها من المشاعر الصادقة والحقيقية حتى ولو كانت محزنة أو مفرحة. الغربة، كثير من الناس بيقولوا لك التغرب أو الغربة إن شاء الله تعقل على حس الغنى، والغربة مرة وكثير من الأوصاف. لكن طبعا لكل مغترب أو متغرب له دوافعه وأسبابه. بيظل المغترب ده هو شخص له مشاعر وأحاسيس وذكريات بتظل مدفونة أو مخفية وغير واضحة أو غير مرئية. وأيضا يعزي المستمع برضو في نوع من أنواع الغربة، بيكون أنت غريب، بتكون فيه أنت غريب وسط أهلك، وده اللي نحن بصدد إننا نتكلم عنه أو خصصنا الحلقة عشانه. أنت بتكون وسط الناس أو وسط أهلك وبتكون غريب وسطهم، يعني وسط أخوانك، وسط أحبابك أو ناس البيت أو حتى البلد اللي أنت قاعد فيه. يعني يمكن بالرغم من طول الفترة والتواصل، لكن بتنقطع الأحاسيس وتحصل فجوة يعني بينك وبين الجهة اللي أنت موجود فيها والحتة اللي أنت قاعد فيها. ممكن يكون لها أول أشياء دي، ممكن تكون لها أسبابها، إذا كانت بسبب عامل المسافة أو إذا كان بسبب الانشغال مع تسارع وتيرة الحياة وغيرها من الأسباب. لكن خلونا نتفق إنه الغربة اللي بتكون وسط ناسك وجلاسك هي من أصعب أنواع الاغتراب. حتى السرحان ممكن نسميه غربة صغيرة، لأن الإنسان بينقطع عن البيئة اللي هو فيها وبيتعامل بيتأمل مكان تاني يعني أو مكان آخر، وبيسوق أفكاره لمكان بعيد أو بيحن لأشياء تانية غير موجودة في نفس المكان عن طريق الخيال، ودي ممكن تكون من أصعب وأمر أنواع الاغتراب. طيب، من فيكم جرب الإحساس ده وعرف وأدرك معناه، حساه بكل تفاصيله، عاشه ويتخيله، لأنه ده لما ترجع منه بترجع بتلقى حوالينك ينفضوا، يعني ما في ناس. حتى إذا كان وطنك بتلقى الوطن يتقدم أو المكان اللي أنت فيها الناس عبرت وفاتت وانت لسه موجود في نفس المكان وما تحركت، وفي نفس الوقت ما كسبت اي حاجة. يعني اذا سجنت نفسك في ذكريات ما بتستفيد منها، اذا سرحت في ماضي بعيد برضو ما بتستفيد منه، فهو بيغير حاجة ولا انت بتغير حاجة، لانه ما مضى مضى. ولكن بيبقى يا جماعة المفروض نتابع بعض ونسأل عن بعض، حتى لو ما الطرف الاخر ما سأل نحن نبادر ونتفقد احوال بعض. ولا السؤال ممنوع؟ أكيد ما ممنوع. من الخواطر بيعكس الآخرين، من الكم إحنا. أحبابنا الكرام،